أحسن الله إليكم. أخيرا تقول هذه السائلة: أنا أقول وأردد أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة المغرب، فهل هذا هو الوقت الصحيح لذكرها؟ أذكار المساء تبدأ من الزوال، نعم، وإن أتى بها بعد الزوال أو أتى بها بعد العصر أو أتى بها بعد المغرب كل ذلك في وقتها. وأذكار الصباح يأتي بها بعد طلوع الفجر، أذكار الصباح يأتي بها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، كل هذا جائز. نعم.